كنت حاسس ايه اي تجميل تفرق انت بدون بالي على اسم التنبيه مع ثلاثه اجزاء دي عشان تفرق انت بدون بالي على مضارب الدرجه الثانيه هحدد مضارب الدرجه الثانيه اسم التنبيه مع ثلاثه اجزاء ناقص اثنين زائد اثنين زي ما قال على اسم ناقص واحد اكس ناقص اثنين لما اقسم على اكس بتساوي واحد او اكس بتساوي اتنين بتدينا الباقي بتساوي زيرو. بيقول لي ايه؟ هات لي كده ايه ودي لو قسمت على مقدار من الدرجه الثانيه تدي لمده او الباقي يساوي ست، يعني تبقى اسم عليه. هنيجي نقسم مرتين عباره على اثنين ومره على واحد. كل مره نحط الباقي دي نحل المعدل نطلع الايه والبي. بيقول لي لونها تاني حل الصوت لو سمحت. بيقول لي هات كده بيقول لي ايه اللي تخلي الموضوع ده يبقى تسمع عليه. ممكن الباقي تعملها في الدرجه طريقه الباقي بس انا ما بحبش الباقي. الباقي ممكن تغلط في التعويضات بتاعته. نيجي نقول حاسب الاول على الاول. ادي اكس اربعه. Thank you.
حاجات هتتلغي في المنهج؟ لا قال لي ورا بيت يعني النهارده اخر محاضره؟ لا لا النهارده مش اخر محاضره، بيجي في محاضره الاسبوع الجاي. مفكره كمان عن الاسبوع الجاي في الحته دي عشان نتحدث الشرف بيه. يعني احنا يعني الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي لو في محاضره حاجه يعني لو في محاضره حاجه بس كان بيتكلم على ست اوقات ولسه ما بداش في المحاضره. ليها بص ليها مقام ليها نمرين دول
ولنا ده عمره ما يبقى ليه لازم اخليها دايما معدل اعداد صحيح. يبقى انا دلوقتي بطلع في النور، النور بتطلع الجذور الجذريه. طريق دلوقتي المثلث هقول كون معادله يكون فيها الجذور واحد مفرع ثلاث مرات ونص. يبقى انا عايزه كون معادله الواحد مفرع ثلاث مرات وفيها نص يكون ده الدرجه رابعه. بكتبها ازاي؟ بقول ايه نص في اكس ناقص واحد في اكس ناقص واحد في اكس ناقص واحد في اكس ناقص نص والكلام ده يساوي زيرو. كونا معادله. يبقى انا كونت المعادله عباره عن النص اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد. يبقى اقول لك النص اكس ناقص واحد في كل التكعيب. الجذر مكرر ثلاث مرات يبقى واحد وواحد وواحد. يبقى مكرر كم مره؟ ثلاث مرات يبقى واحد وواحد وواحد. يبقى دول اصلا عباره عن واحد وواحد وواحد ونص. يبقى تدينا اكس ناقص واحد لكل تكعيب في اكس ناقص نص بتساوي زيرو. تفتكر ليه النور بكام؟ مش عايزه تصور. ايه النور اكتر من اتنين؟ يبقى الضغط المعادله نص ايه النور باتنين؟ يبقى الضغط اتنين في اكس ناقص واحد لكل التكعيب في اكس ناقص نص بتساوي زيرو. يبقى المعادله اصبحت 2 اكس ناقص 1 في اكس ناقص 1 بدون التكعيب بتساوي زيرو. ادي المعادله بتاعتي. ايه نص 2 ليه؟ قال لي اضيع الكاس. دايما مش عايزاها كام طول. يبقى انا لو حدناها ما بحبش ببص على الكاس اللي تحت. نص 1 على 2 يبقى انا بدي نص 2. ما بتخليش دايما الاعداد كسرين، لازم تكون دايما اعداد صحيحه. يعني دايما بتطلع المعادله في اعداد صحيحه وما بتطلعهاش في اعداد كسرين. لو في اكتر من جذر تشوف الرقم اللي الرقم المشترك ما بينهم ممكن اقول بس خليها لما ابدا اكمل شويه. لسه هقول حاجتين وبعدين دي مساله كامله فيها عباره عن عدد تحت الجذر. مش عدد كسر، ما بس اقول عباره عن واحد على
4 عبارة عن روت بيه يعني ممكن يكون روت 3 ممكن يكون روت 5 روت 7 روت 8 روت 10 يعني اعداد ما اقدرش اجيب لها فراكشن يعني ما اقدرش اجيب لها كاس يعني انا لو عندي جذر باي 2 ده عبارة عن 2 على 10 ده ما ينفعش لازم يكون ايه الجذور دي بتدل عليها جذور صماء بتدل عليها جذور صماء جذر 8 2 جذر 2 يعني ما اقدرش اجيب لها الجذور بتاعها زي روت 3 روت 4 لا روت 4 ب 2 زائد الناقص 2 نعم. طب حضرتك قلت جذر 8 لا ليه؟ ما هو 2 جذر 2 ما هو هجيب 2 جذر 2 ممكن اوضحه ازاي؟ ازاي؟ لو ضربت 2 وهتدينا 2 على 2 ممكن يجيب لها فراكشن هتبقى ممكن تجيب لها يعني حاجه وان بول حاجه يعني ممكن تجيب لها وان بول فراكشن روت 10 لا يعني فين الدور 7 5 روت 3 روت 4 ما تقولش الاسم على رقم مين روت 4 لا روت 8 روت 8 روت 8 روت 11 طب احنا بنكمل ولا بنعمل ايه بالظبط؟ لو عندنا نفس الجذور ايه ده الجذور دي؟ الجذر الثاني دكتور وحضرتك اخترت نختار الجذور دي على اساس ايه؟ نعم على اساس انا اللي هقول لك ازاي اقول ان ليها جذور كذا هوريك دلوقتي هقول تاني لو احنا عايزين نسال الجذور ايه زائد اي بي والمعادله دي يبقى الجذر التاني ايه ناقص اي بي لو عايزين نسال الجذور ايه زائد روت بي يبقى الجذر التاني ايه ناقص روت بي تعالوا نشوف مثال على الكلام ده Thank you.
ما في
يعني لازم قبل ما كان لازم امشي اكس في 5 بعدين اكس في 4 اكس في 90 اكس في البيع اكس لحد الزائد. لو في حاجه مش موجوده احط مكانها الكام؟ نعم لازم انت عارف ان كان في 5 جذر هتلاقي ايه ناقص جذر 5 على طول تعرف على طول كل شيء كلها عشان دي بتكون دي وانا لو ضربنا 4 عادي برضه لا بس انت تفضل في
Yeah.
دكتور طب لو ما كانش الجذور صماء كنا نعمل ايه؟ لا عادي خلاص لو في جذور مصري فاضل يبقى هو جذر واحد بس. دكتور يعني هو ينفع يجي يقول لي جذرين واحد مثلا الجذر ده واحد واحد زائد اثنين اي بحيث ان انا يبقى هما جذرين هجيب له كل واحد كل تبقى اربع جذور؟ لا Thank you.
تزيد تاني مضاعفات هنشوف دلوقتي هنعمل ايه؟ كل ده سبع؟ اه فانت هتكون جاهز ده بيكون الجبال ده بكام؟ بيكون الباقي بكام؟ ده كده متكسر. المعادلة
خمسة وسلمها. هل اسمك؟ أنا عايزة معدل دور عقل إشارة. أو ناسيشي كولور. تباريشي كولور. هتدينا ناسيشي كولور تلبية. زائد أربعة وسلمها. ناس خمسة وسلمها. تدينا وين تلبية. ناس أربعة ناس خمسة وسلمها. لو حللنا تدينا واي ناقص خمسة واي زائد واحد بتساوي زيرو. تبقى واي بتساوي خمسة وسالب واحد، صح ولا غلط؟ عكس الإشارة ولا لا؟ عكس الإشارة. يبقى أول حاجة بيقول لي هذه المعادلة جذورها إيه؟ عكس الإشارة. بشيل إكس وأحط بدالها سالب إكس فوق المعادلة. ما بحلهاش خالص، يعني إيه المعادلة اللي بتطلع؟ يطلع جذورها عكس الإشارة. دي أول حاجة. الحالة اللي بعديها جذورها مضاعفات العدد. طب المعادلة دي يكون فيها جذور مضاعفات الجذور. ايه مرة فيها جذور؟ طب المعادلة دي يكون فيها جذور مضاعفات الجذور بإم مرة. دكتور ما فيش باور ثلاثة اللي هناك. نعم. الأخيرة باور 1. صح. الأخيرة باور 1. الحد الأخير. إيه؟ 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 زائد اي 2 اف سكوير بس 4 زائد اي 3 بس اي كيوب بتساوي زيرو. تعالى نتعلم بعدين ازاي. مش هعوض كل مره، بحطها مجرد النظر. بقول ايه؟ بكتبها ازاي؟ بقول عباره عن ايه؟ ممكن اخليها اكس او اخليها واي انا برضه. عايزين نخليها واي نخليها واي. زائد اول مره ونرفع ام يبقى ام في بار واي تربيع ونقص وزود زائد ثاني مره ونرفع ام تربيع اي 1 واي تربيع واي زائد
المرض الثدي، المرض التكعيب، المصابة، المصحف طبعاً لازم تعويض، وحطها في بلد النظر، هذه أمثلة. Yeah.
ناقص 5 اخر مثال صح يا دكتور؟ دكتور المحاضره الجايه هتبقى ساعتين، احنا مش هناخد حتى البريك. كفايه كده. طب ما اريحها يا دكتور. ما احنا اساسا يعني عايزين نريح حضرتك.
يبقى ضعف الجذور ثلاث مرات، يعني المفروض 3 اكس تساوي 1. يبقى لو رجعت على اكس يبقى العلاقه ما بينهم حطيت 3 اكس يكون 1، يبقى الاكس بكام؟ 1 على كام؟ على 3. يبقى ده اللي هطلعه دلوقتي. انا ضعفت الجذور ثلاث مرات، اكيد عملت ايه؟ ليها ضعف 3 اكس يكون 1. ليها ضعف 3. نعم ليها ضعف 3. اهي 3 موجود تحت. ما ضاعش الرقم الموجود تحت عشان الشيء. طب انا عرفنا يا دكتور ان الجذور هيبقى فيها طول. يعني هيك ثلاثة وناخد جذور ثلاث مرات كده أربعة، ما ضاعش الجذور أربع مرات. دكتور ليه ما حطش الام في ثلاثة؟ نعم؟ ليه ما حطش الام في ثلاثة وحطها لا الام في أربعة؟ أنا لسه هعملها. دكتور طب سؤال، هو ليه؟ طب ليه حضرتك في الاول خالص ضربتي في 1 على 3 عشان اضيع المعامل بتاع اكس باور 4؟ حضرتك 1 على 3 واقف على 3 مش هضيع 3. هو عايز معامل اكبر. المعامل ايه؟ معامل اكبر وهو يساوي كام؟ واحد. معامل باور 4 عايز معامله يساوي تيجي نشتغل. حاول عشان تبدل المعامل 3 يبقى واحد يساوي 4 زائد اول لا واي ولا ايه؟ واي 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 دكتور طب انا لو ما لاحظتش العلاقه ما بينهم اجيبها ازاي؟ جبت معادله جديده اجيب ازاي العلاقه؟ Yeah.
نلقي السلعة. Oh, yeah.
كتير. أو الثاني نزلنا من دي ستة وهم طاقة يبقى 22 66 يبقى 61 بس الثاني على الثاني ستة وستة تضرب تدينا 2 6 12 36 تدينا 58 طبعا لسه ما خلصتش لسه ما خلصتش قسم على 3 تدينا 2 تدينا 6 تدينا 18 وهي هي 2 اكس كيوب 18 اكس سكوير 58 اكس 61 بتساوي دكتور طب ما دي مش واحد لا دي مش واحد